اولا نادي الاهلي كل العيله عندي بتشجعه، تمام، وهو نادي القرن ونادي البطولات، ودايما نادي يعني بيطور من نفسه، ونادي عظيم ونادي ليه تاريخ. يا اهلاوي عشان خاطر دي احلى حاجه في الدنيا، لازم ابقى اهلاوي طبعا، دي ما فيش فيها كلام. كان عنده بطولات كتير الاهلي. بحب الاهلي من صغري طبعا، بحب الاهلي من صغري، الاهلي ده عشقي يعني من صغري، الاهلي ده عشقي. عشان ما ينفعش اكون غير اهلاوي. ببساطة كده الأهلي يعني مصدر السعادة لنا، الأهلي يعني يعتبر هرمون دوبامين، دوبامين اللي هو الهرمون بتاع السعادة. لا ده في الدم بقى، ما تسألنيش، أنا أهلاوي، أنا في الدم، أنا من صغري. حاجة وراثة يعني، حاجة وراثة، اتولدنا أهلاوي وحبنا للأهلي حاجة كبيرة يعني. أهلاوي عشان تلاحت لقيت النادي فيه بطولات وفي أسس وفي نظام وفي احترام من ايام صالح سليم واخوه، واخد بالك، وطارق ورفعت الفناجيلي والشربيني ومروان والناس والروبي وعادل هيكل وعلو مطر ومحمدين، الناس القديمه. نيجي بقى الايام بقى طبعا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، القيمه المحترمه وغيره وغيره، والناس واخد بالك، والناس اللي ماسكه معاه دلوقتي، نادي فيه مبادئ وفيه بطولات. مفيش حد في مصر المفروض ما يبقاش اهلاوي طبعا. ليه اهلاوي؟ بحب الاهلي من زمان، تمام، انا في عيله كلها زملكاويه ما شاء الله، بس انا بحب الاهلي. ليه بحب الاهلي؟ عشان في لعيبه كتير من الاهلي كانوا كده علامات، حبيت الكوره عشانهم اصلا، منهم ابو تريكه مثلا، بركات، اكيد كل نجوم الاهلي حبيت الاهلي عشانه. مين ما يشجعش الاهلي؟ نادي محترم، نادي عظيم، نادي كبير، مؤسسة ضخمة، إدارة راقية. الأهلي بيمثل لي كيان وحياة، يعني الأهلي بنشجعه من زمان ومكسبنا معاه وحياتنا معاه. منظومة متكاملة، مفيش جنب واقع وجنب قايم، إن ما كانتش كل الجوانب مكتملة مش هيبقى ده نادي الأهلي. فكل الجوانب في النادي الأهلي مكتملة، بتستمد احترامها من إدارتها، بتورث المبادئ والقيم والاخلاق في كل من ينتمي للنادي الاهلي. الاهلي ده فريق العمر، الاحلام، الحياه، الدنيا، العمر كله. انا في الاهلي اقول لك من كم؟ هتستوعب من 54. ليه اهلاوي؟ ده حاجه من طفوله يعني، تربي اهلي كلهم اهلاويه.